السلام عليكم، بنكمل معكم الآن في an example نعمل له design. إيش بتقول لي هان؟ Consider the closed loop discrete control system shown في الفيجر down here. بدنا إياه نعمل design لكنترولر لهذا السيستم. إيش بنلاحظ هنا في السيستم اللي عندي؟ هاي عندي الكنترولر اللي أنا بدي أعمل له design، هاي zero order hold، هاي البلانت تبعي. الآن هو مش معطيني overshoot ومعطيني settling time، معطيني على طول الحاجات. إيش بقول لي؟ الدومينانت بولز اللي عندي have a damping ratio اللي هي زيتا بتساوي 0.5 وسلك settling time TS equal to seconds for 2% tolerance band، يعني اللي عندي معطيني settling time بيساوي 2 seconds. الآن take the sampling period as T بتساوي 0.2 second. الآن الدومينانت بول بير از ان ذا كونتينوس، ايش بدي يساوي؟ ماينس زيتا اوميجا ان بلس وماينس جي اوميجا ان والسكوير روت ل 1 ماينس زيتا سكوير. الآن انا بعرف التي اس ايش قلنا بدها تساوي، من 4 ل 5. هذا الكتاب ماخذ 4، 4 على زيتا اوميجا ان، يبقى اوميجا ان بدها تطلع عندي بتساوي 4 في هذا المجال. الآن لما بدي أجيب اللي عندي ناقص زيتا أوميجا إن بدي أعوض فيهم في هذا المجال، فبدها تعطيني إيش؟ الأوميجا دي بدها تساوي 4 اللي هي 3.46 الموجودة عندي هنا. أنا السامبلينج فريكونسي إيش بتساوي؟ 2 باي على تي، 2 باي عندي والتي إيش بتساوي؟ 0.2 سكند. فهذه بدها تعطيني 31.4 الموجودة السامبلينج الفريكونسي. الآن لما بدي أجي أطلع عليها السامبلينج فريكونسي وأقارنها بالأوميجا دي اللي عندي اللي هي هذه بتعطيني الفريكونسي، هاي الفريكونسي للسيستم، بلاحظ هذه بتعطيني تقريبا 9 اللي هي في الرينج من 5 ل 40، يبقى السامبلينج تايم تبعي مظبوط في هذا المجال. أعطينا هنا أخذت S1 وS2، الآن بدي أحولها للزي، حطيت الإكسبوننشال في الزي، أعطتني ماجنتيود بتساوي 0.67 وأعطتني الأنجل 39.69 أو بالريكتانجلر فورم أعطتني 0.52 بلس أو ماينس جي 0.43 الموجود عندي. الآن أنا بدي أحول أجيب الإكوفلنت الجي أوف زي، الجي أوف زي زي ما حكينا بدها تساوي 1 ماينس إي تو ذا إس تي على إس في 1 على إس في إس بلس 1، اللي هذه الـ 1 ماينس إي تو ذا 0.2 إس اللي هي بتساوي 1 ماينس زي إنفرس. بدي أجيب الزي ترانسفورم لهاي ومن التيبلز بتطلع عندي بدها تساوي 0.2 في زي بلس 0.93 على زي ماينس 1 في زي ماينس 0.82 الموجوده عندي هان. لما بدي اجي ارسمها، هاي اللي عندي الزيرو جاي في هذا الاتجاه، والبول التو بولز الموجود، واحد هاي ماينس 1 وهاي الماينس 0.8 الموجود اللي عندي، فبلاحظ انه لما بدي ارسمه هذا التو بولز والكلاش هاي بعد ليفت تو ذا اد نمبر. إذا بلاحظ هاي symmetric about the real axis، هذه بدها كلاش يعني بدها تيجي بعد 1. الآن بتطلع عليهم هذه قديش؟ 2 اللي عندي 2 poles 1 0 يعني ال relative degree بدي يساوي 1، فالواحد عندي يعني بدي اطلع عليهم هاي الناقص 180 درجة اللي بتروح ل infinity الموجود عندي في هذا المجال. لما بدي احسب البريك انجل بقدر احسبها، بس الشكل العام هذول الاثنين بدهم يجوا يتقابلوا في منطقه ما حيفترقوا، وهذا حيعملوا للدائره، هذا حيجي للزيرو اللي هان، وهذا الثاني بده يضلوا ماشي لايش؟ لانفينيتي. الان بدي اخذ النقطه اللي عندي، هاي نقطه الديزاين، بدي اوصلها لكل بولز وزيرو واحسب الانجل اللي عندي ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3. فلما نحسبهم هذه تعطيني الانجلز الموجوده كالتالي، الثيتا 1 تعطيني 16.5 degrees، ثيتا 2 بدها تعطيني 1
24.9 وتيتا 31 38.1. لما بدي اجي اجمعهم بدي يعطيني وازود لهم 180 ناقص 66.5 ديجريز، يعني الكنترولر تبعي لازم يعطيني 66.5 ديجريز لاوصل لل 100 ال 180 اللي عندي درجة هذه. فالآن أنا بختار هان، فهنا يعني عمل placement للزيرو at 0.82 to cancel the ball there. We can avoid some of the calculation involved in this design. هذا بسهل الديزاين اللي عندي. فصار عندي الكنترولر بول should provide an angle of 124.9 - 66 يعطيني 58.4 degree. الآن بدي لو جبت الانفرس تانجنت لهذه تقدر تعطيني الانجل لوكيشن، لأن التانجنت تبعت ال 58.4 ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي ال 0.4 على 0.52 - b الماجنتيود اللي هي بدها تعطيني التانجنت تبعت ال 58. ف اللي بتطلع عندي تقريبا البي بدها تساوي 0.253 او بالشقة الثانية هي حتيجي اللي هي 0.2 ناقص 0.253 اللي عندي. فجبت هدول، الان بدي اجيب الايش الماجنتيود. الماجنتيود اللي عندي زي ما حكينا بدي اخذ الماجنتيود للكنترولر مضروب في الماجنتيود للبلانت، الاصل تعطيني واحد في هذا المجال، وهينا بنحطهم على هذا المجال بتعطيني هذه واحد، بعوض عن زيبس بالديزاين بوينت تبعاتي تطلع عندي كي بدها تساوي 10.75. الان جبت الكنترولر تبعي بحطه في السيستم، بعمل سيميوليشن للسيستم اللي عندي، بيعطيني هذا الرينج تبع كي تبعتي اكبر من اللي كان عندي في السابق في هذا المجال. الان هو مجتهد يعني كي هنا بتطلع الرينج تبعها لما نعملها هاي بتعطيني الريسبونس تبعي للسيستم. هنا الريسبونس بدا من واحد لانه الانبوت بدا عندي at 1 second، وباجي بتطلع بفحص هل هذه حققت السبيسيفيكيشن اللي عندي ولا لا. ما حققتش معناته بدي اغير البول لوكيشن تبعاتي، ما زبطش بدي اغير في التي الموجودة عندي. هذا بشكل عام الديزاين تبعي اللي انا بشتغل عليه او الخطوات اللي بقوم فيها، خطوات سيستماتيك عندي. يمكن هذا خفف خطوة هاد، فان شاء الله بنحل لكم تمرين لاحقا في الريفيو لما نحن نطلع عليه او في الحاجات المحاضرات الجاية في هذا المجال. الخطوات ستريت فورورد، يعني هذا بنسميها كوك بوك ستيبس، يعني انت مشيت عليها بتوصل لخط النهاية. ويعطيكم العافية هيك ان شاء الله.